جولة ثقافية وفنية من بلشها مع دورة جديدة من Cultural Resistant Film Festival. هالمهرجان السينمائي يلي انطلق من 3 سنوات بينطلق اليوم وبتستمر فعالياته لغاية 11 الشهر، وعروض الأفلام رح تتوزع ما بين سينما متروبوليس سوفيل ودواوين بالحمرة. بعتذر فأذن دواوين، مقهى دواوين بالجميزي. مننتقل وبيقدم الكاتب والمخرج كميل سلامة عمل مسرحي بعنوان إنجازات حياة على خشبة مسرح الجميزي، وهالعمل من تمثيل جيزال بويز، داني بوستاني، أدون خوري، فؤاد يمين وغيرهم. العروض بتنطلق ب 25 تشرين الثاني وبتستمر إلى غاية 20 كانون الأول على الساعة 8:30 المساء. من مسرح الجميزة رح ننتقل إلى الانديو، واليوم الاثنين وموعد ثابت مع الانديو سيني كلوب، هالتظاهرة السينمائية دايما يلي بتجي برعاية فونداسيون إيميل شاهين للسينما. اليوم موعد مع عرض فيلم Across the Universe، ويلي العرض حلقة نقاش، العرض على الساعة 7 المساء. This is Jude. This is my sister. My God, you have perfect teeth. Don't go back to college. What any irresponsible, unmotivated dropout would do, go to New York, like tonight. رح منضلنا بالانديو، وبتنطلق قريبا الدورة التاسعة من مهرجان الانديو، الانديو فيلم فيستيفال، والعنوان العريض لهالسنة هو The Power of Youth. المهرجان بينطلق ب 15 الشهر وبتستمر فعالياته لغاية 22 الشهر، ونهار الافتتاح تكريم للفنان عبد الحليم كاراكلا. الفنان روميو لحود بيقدم إعادة لمسرحية بنت الجبل بمشاركة مجموعة من الفنانين، ألي لحود، بديع أبو شقرة، جابرييل يمين، عصام مرعب وغيرهم. العروض بتنطلق الخميس 12 الشهر على خشبة مسرح تياتر ديزار بسانتر نايف أدماري بجولي. من مسرحية بنت الجبل رح ننتقل إلى مدرسة الحكمة برازيليا، يلي بتقدم عرض للفيلم التربوي الكلمة الأخيرة، كتابة وإخراج يوليوس هاشم، تمثيل ريتا حايك، جهاد الأندري، ناتالي سلامي، عصام أشقر، نالي معتوق وغيرهم. العرض ب 14 الشهر على الساعة 7:30 المساء. كل مصيرك رح يتحدد. Tomorrow, your last chance. بدي اعمل دفعاتي بلا ما اشتغل، بلا ما اشتغل، وانجح بلا ما ادرس، بلا ما ادرس. عبالك يكون عندك قدران خارقة وجواب لكل سؤال. ايه اكيد. خبي هيدا السلسال بالبصر ورح يصير عندك جواب لكل سؤال. ليكي ما بعرف شو عم بصير معك. شارع مرمخايل بينظم نهار كار فري، ومن خلاله بنكتشف شارع مرمخايل. الموعد نهار الاحد 15 الشهر، وهالنشاط بيجي بالتعاون مع اشرفيه 2020. بيتضمن النهار طبعا عزف موسيقى لايف، نشاطات للاولاد، ماكولات وغيرها. الفنانة ريمي بندلي بتدعي إلى توقيع ألبومها الجديد بعنوان منسيت. الموعد بالعشرين الشهر، نهار الجمعة 20 الشهر، بالفيرجن ميجا ستور بوسط بيروت على الساعة 5 بعد الظهر. رح يتضمن الألبوم 9 أغاني جديد من ألحان ريمي بندلي، وتعاونت فيهم كلاميا مع كميل سلامي، أنطوان شمعون وغيرهم. فرقة الراب اللبنانية من الآخر شاركت كمان بإحدى الأغنيات، توزيع والإنتاج الموسيقي لمايك ماسي. فأذن الموعد بعشرين الشهر بالفيرجن داونتاون. صرت كبيري عيون الناس طفلة صغيري، بوعدكن منسيت القضية، قلبي بعده بغني نفس الغني. يا و
وخبر أخير من الميوزيك هول يلي رح يستقبل عازف العود سيمون شاهين وبيشاركوا الفنان شربل روحانا بالإضافة إلى أداء ريما خشيش وبيشاركهم كمان عزفا بسام سابا. الموعد ب 22 الشهر على الساعة 9 المساء بالميوزيك هول ستاركو. جولتنا الثقافية لبداية الأسبوع وصلت لختامها، رح ننتقل هلأ مرة جديدة لعن جوال لناخد فكرة عن حركة السير لصباح اليوم. رح نعمل جولة سريعة على الكاميرات لنعرف أكثر عن أحوال الطرقات اليوم التنين، ومثل ما بنعرف التنين عادة بتكون عاجقة، وهذا اللي عم بيصير على جسر سليم سليم. من جسر سليم سليم إلى الزلقة كمان حركة سير ضاغطة باتجاه بيروت، من الزلقة إلى رومبوان صيدا طبعا أقل ضغط مثل كل مرة، رومبوان صيدا ما بكون كتير ضاغط، حركة كثيفة بجوني باتجاه بيروت من دون توقف للسير، ومن جوني إلى مثلث خلدة مع توقف ببعض المحاور والطرقات الباقية ماشي عادية. المعاون خضر بزي معنا من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير، مرحبا. صباح الخير، كيفك؟ ماشي الحال، تفضل. اوكي، مثل ما عم تتفضلي حضرتك يعني مثل يا صباحك النهار تنين او صباحا عم بتكون عنا كثيفة باتجاه مداخل بيروت، المدخل الشمالي عم بيكون عنا من مفرق غزير باتجاه جوني، بعدها بتتحول لحركة سير ناشطة إلى طبيعية ليبدأ ضغط مجددا من جسر الفهود الضي باتجاه جل الديب وصولا إلى الكارنتينا. نعم. المدخل الجنوبي من خلدي باتجاه أنفاق المطار وباتجاه الوزاعي، كان في عنا سيارة الصبح معطلة ما بين على طريق الأنفاق باتجاه بيروت، عملتنا شوية ضغط إضافي، عناصرنا تواجدت بالمكان وسحبتها على الفور. عظيم، أوكي. بداخل بيروت عم بيكون عندنا حركة سير كالمعتادة من المدينة الرياضية نفق سليم سليم باتجاه الوسط، بوليفار سن الفيل باتجاه السلوم الحايك، اوتوستراد الرئيس الياس الهراوي ظهر جسر العدلية باتجاه الأشرفية كمان. نعم. مداخل الحمراء وفيردا. المدخل اللي بقى عم بيكون عندنا حركة سير ناشطة إلى كثيفة أحيانا ما بين الكحالة باتجاه عري. نعم. هيدي بالنسبة لحركة السير، بالإضافة لهلا عندنا تجمع بسيط للمياه على الطريق البحري مقابل الشوبستيك على ما بين الفهود باتجاه هونت الياس. هلا حكينا مع فرق الصيانه المختصه بهذا المجال وتوجهت على المكان عم بيزبطوا. هيدي بس، غير هيك ما عندنا تجمع للمياه. حوادث خلص ما بقى تحرز اصلا يعني صرنا بنص الشتويه. حوادث سير، الحوادث السير عندنا كإحصاءات غرفه التحكم عندنا 12 حادث نتج عنهم 16 جريح. نتج عنهم 16 جريح. الحمد لله على السلامة. يعني كمان هيك يعني نتمنى انه هلا صار في امطار وصار في شتاء، يعني بنتمنى ضروري سوء مهلون. يعني اذا امبارح كان في السير بطيء وعم بيكون عندنا نسبة الحوادث، بنتمنى كمان الوعي التام اكثر من هيك ان شاء الله. شكرا لك المعاون خضر بزي، يعطيك العافية، بنحكيكم بكره. بريك جديد بنرجع من بعده.